رسول خينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك وحسنه علامة الألباني في سنن الجامع وفي المشكاة المصابيح رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك في كل ليلة وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل كان دراج رمضان وني أركم يرو هل كان دراج إن رمضان أركم وني تهمال شفتان جني تيفي شيطان وان نهدمن هلان إبدا والإياذ بالله نشفم تي هلولن سنتكاوهم بنم هلان جنة صدقتنو نبنم تي ولولي سنخيسا تكين إسيتوهن شفم وينادي مناد للبان تقني للبا يا باغي الخير أقبل يا خيري بربادا خير انت أسجرتي أسجرغر يا قربا خيري برباد خير أتجي رمضانا خيسا برباد دمال دلقا هنقبدو حبيبي دلقا برباد الجرتا نعم دقريته ما سرقوته دلقا برباد الجرتا ناغر والله الذي لا إله غيره صلاة إشاء جماعة صلاة ذكري غلي سنة صلاة إيقسي صلاة التراوي إمام ولي صلاة ورب الكعبة أنا خطباتنا إيسان سنجا يو رب دلقا سنباس إلمو فوته إلمو بربادة خلتو أمتا غدا دلي ميكا حجدت مبدين تي اتسجبت إبادة ربي سرت جبات أكسي لفت بيتا يا باغي الخير أقبل يا خيري بربادة أقبل أسغر أغر فأكنا سنجا تجير حكام تيبر موتي غدا سنجا تجير جل جلاله خلتو خيرين تي أسجر مال بيتا مال فيتا وان فيتا همدو خطو سنجتو جرى موتي قدان يا باغي الشر يا بربادا شري والإياذ بالله أتي أمتا غدا نمو محصد أمتا غدا محروق نمان قمدو أمتا غدا نما حمد جمال نما ولد جروم مال أمتا غدا حتم مال قوش ايخنو مال غباب بندو سنجتو أخسر غباب بندو هنغيو أمتا غوتو حجنة هنغيو ولله أتقى من النار الله خنابتا هذا إبدرى بلسون فمون إسابتا وذلك في كل ليلة سن أمو أوفا هل كني خيسة تيجي روايان صحيح الترغيب خيسة جرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم هل كنوا الله جل جلاله إبد جهنم الرابلس نمباسا أبو رب سيدي هرتيتي إبد الرابلس سيها باس.